السلام عليكم وكيف الحمد لله وكيف السلام على المهدي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وأليته العظام المستكملين الشرفاء وبعد إخوتي الكرام ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة ما درس جمعة إلى البخاري حاضر الحمد لله وصلى الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم ارضى عنا وعن شيخنا وعن والديه الحاضرين المسلمين آمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وما زلنا مع كتاب الوصايا قال رحمه الله باب نفقة القيم من الوقف. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال رحمه الله في كتاب الوصايا قال باب نفقة القيم من الوقف قال حدثنا عبد الله بن يوسف. نعم نفقة القيم ولا مش نفقة القيم ما أخذناها ولا ما أخذناهاش؟ لا أنا أسف دي أخرى أخذناها أخذناها الله كمان. نعم سيدي نعم عفو بابه إذا وقف أرضا تفضل أستاذ. بابه قال رحمه الله بابه إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل جزاء المسلمين وألقى بأنس رضي الله عنه دارا فكان إذا قدمها نزلها وتصدق قال وتصدق الزبير رضي الله عنه بدوره وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها فإن استغنت بزوج فليس لها حق. قال وجعل ابن عمر رضي الله عنهما نصيبه من دار عمر رضي الله عنه سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله رحمه الله. وقال عبدان أخبرني أبي وقال عبدان من عبدان؟ عبدان سيدي هو عبد الله بن عثمان ابن جبل. طيب ماشي. قال أخبرني أبي. ومن أبو؟ عثمان بن جبل العتكي. نعم تفضل. قال عن شعبة من في الحديث ماشي رواه الله الجماعة. قال عن أبي إسحاق السبيعي. طبعا أنا فائدة هو اختلط في آخر ذلك أنه سعة علم لكن فائدة شعبة عن أبي إسحاق أن شعبة قال كفيتكم تدليس ثلاث وذكر منها تدليس أبي إسحاق وأبي إسحاق. نعم. قال عن أبي إسحاق قال عن أبي عبد الرحمن. من أبو عبد الرحمن؟ عبد الله بن حبيبة سيدي السلام. ماشي تفضل. نعم. قال أن عثمان رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد الثالث زوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأمة بعد أبي بكر وعمر وبعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر وعمر. تفضل. قال أن عثمان رضي الله عنه حيث حوصر أشرف عليهم وقال أنشدكم ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر رومة فله الجنة قال فحفرتها ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة قال فجهزتهم قال فصدقوه بما قال. وقال عمر رضي الله عنه في وقفه لا جناح على من وليه أن يأكل قال وقد يليه الواقف وغيره فهو واسع لكل. جزاك الله خير. أقول إخوتي الكرام هذا الحديث أولا أثر أنس رضي الله عنه أخرجه البيهقي من حديث أمامة عنه أنه وقف دارا بالمدينة فكان إذا حج مر بالمدينة فنزل داره. وصادقة الزبير أخرجها أيضا من حديث أبي عبيد حدثنا أبو يوسف عن هشام عن أبيه أن الزبير جعل دوره صدقة إلى آخره وقال فلا شيء لها بدل فليس لها حق. قال الأصمعي المردودة المطلقة حديث عثمان في الشرب. أولا هذه الأسانيد تثبت أيضا ما قاله الجمهور بجواز الوقف وخروج الوقف عن ملك الواقف وهذا خلاف لأبي حنيفة ومن قال بقوله الذي ألغى الأوقاف وقال ما في أوقاف وأنه يرجع للمواريث يرجع المورث. هذا كلام طبعا فيه نظر كبير جدا من كلام أبي حنيفة لأنه خالف المنصوص ولذلك الإمام البخاري كثيرا ما يرد عليه في هذا الباب يعني كثيرا الإمام البخاري ما يرد عليه في هذا الباب. فأقول إخوتي الكلام أيضا حديث عثمان رضي الله عنه وارضاه أنه لما حوصر وهذا لما حدث من الخوارج الذين قالوا نعم وعفنا المنكر وهم زعموا ذلك فلما حوصر حجهم قال أنشدكم الله ولا أنشدوا إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانظر إلى الأفكار الضالة وانظر إلى الذين عوجت أفكارهم وهم يريدون نصرة دين زعم يريدون
الامر عفوا والنهى المنكر زعموا في ذلك، فخرجوا على خير الامه وخير من واطئ التراب بعد نبيها بعد ابي بكر وعمر عليكم السلام. فقال لهم وحاصروه ومنعوه الماء، فقال انشدكم الله انشد ولا انشد لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر بالرومة فله الجنه؟ طبعا هو لم يحفرها اصلا، هو اشتراها، وهو جعل كان الثمره عندما كانت كانه الذي حفرها، فحفرتها الستم تعلمون انه قال من جهز، طبعا قالوا اللهم نعم، قال الستم تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز جيش العسره فله الجنه؟ فجهزتهم، قال فصدقوه بما قال. وقال عمر في وقفه ولا جناح على من وليه ان ياكل وقد يليه الواقف. وهنا في هذا الباب يعني الوقف هنا لعثمان بن عفان رضي الله عنه هو وقف بئر روما وقفها على المسلمين. نعم. وبالنسبه لعمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب في ارض خيبر اوقفها الذي لم يفعلها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له حبس الاصل وسبل الثمره، حبس الاصل وسبل الثمره. وعمر بن الخطاب قال لا جناح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف، غير متاثر، غير متاثر، غير اخذ للمال. وقال لا جناح على من وليه ان ياكل وقد يليه الواقف وهو واسع غير متاثر للمال. ولا خلاف بين العلماء ان من شرط لنفسه والورثه نصيبا في وقفه ان ذلك جائز، وهذا يؤخذ من حديث انس بن مالك انه كان ينزل الى داره وغز، وهل ينتفع الواقف بوقفه؟ قال العلماء اما حديث بئر روما فانه وقع هنا ان عثمان بن عفان قال أسلم تعلمون الى اخره، وهناك شعبه كما اسلفنا وهو وهم من دون شعبه. والمعروف في الاخبار ان عثمان بن عفان اشتراها لا انه حفرها، نحن نقول على الثمره، نقول في ذلك على الثمره. ثم عزاه الى رواه الترمذي من حديث زيد بن ابي انيسه عن ابي اسحاق بن ابي عبد الرحمن وراه معمر بن سليمان بن ابي نضره عن ابي سعيد، نعم، مولى ابن اسد عن عثمان قال ألستم تعلمون أني اشتريته؟ ورواه عباس الدوري عن يحيى بن أبي الحجاج المنقري عن أبي مسعود الجريري عن ثمامة عن حزن القشيري قال شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان فقال ألستم تعلمون أنه قدم المدينة؟ فذكر وما يشتري بالرومة ويجعل دلوه كدلاء فيها كدلاء المسلمين وله بها مشرب في الجنة، فاشتراها عثمان بن عفان وجعلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل اشتراها كلية، كان اشتراها يوما ثم بعد ذلك هجر الناس اليهودي في اليوم الذي له، ثم جاء بعد ذلك عثمان فاشترى اليومين وجعلهما لله وقفا للمسلمين. لكن الواقف هنا له أن ينتفع بوقفه إذا كانت نيته في ذلك. وقال الداودي أثر أنس صحيح لأنه أنابها عن يده واشترط النزول، ولا يحمل انه عاد في بعض اطياته من غير اشتراط شرط اشترطه، لانه كالكلب لان الراجع في ابته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. لكن انس اصلا له ان ينتفع لانه اوقفه على المسلمين وهو من المسلمين. واما من حاول شيئا ورجع الى يده فكان علي يليه ويصرف غلاته الى فلا يبطل إذا أخرج من يده سنة. قال ابن القاسم قياس على إقامة البكر عند العنين، وكان أبهري يقول القياس لا يصح ولو طالت المدة، فأما من حبس ماله عليه كان بيده وهو يقسم غلاته فيه. وأما السلاح والخيل إذا حبسها تدفع إلى من يغزو بها ثم يعيدها إليه، فكذلك جوز إذا كان لا ينتفع بها إذا رجعت إليه، وإن كان ينتفع بها حين رجعت إليه بطلت، وإن مات وهي في يديه، وإن مات وهي خارجة نفذت، وهذا أشبه بفعل أنس إن كان اشترط. وما ذكره عن الزبير مشهور قول مالك أنه إن نزل مثل هذا أمضى فيه، وفي العتبية عنه وقال كتاب ابن شعبان قال إن أخرج البنات إن تزوجنا بطل وقفه وعليه عمل القضاء القضاء والنقد أحب، قاله في الزاهي وهذا من مذهب المالكية. وإذا قال لا حق لها ما دامت عند الزوج ففي كتاب محمد إذا تزوجت ووقف لها نصيبها فإذا تأيمت أخذته أعرضه بعضهم، وقال يفسر الأخذ وهي تحت الزوج. أما عثمان رضي الله عنه فنشهدهم الله جل وعلا على كلمة حق تقال أمام هؤلاء الخوارج الذين قد يعني
الله جل في علاه بين ما هم فيه من زيف، استغفر الله، أقول بين ما فيه من ضلال وزيف من الخوارج الذين خرجوا على عثمان بن عفان، فأنشد الله أناسا يسمعون يعلمون بأنه اشترى بئر روما لله جل في علاه. يعني عثمان بن عفان، شوف انظر كيف الفكر الضال المنحرف كيف يفعل الفكر الضال المنحرف، فإنه يعني يجعل الإنسان قرين الشيطان وهو يحسب أنه يحسن صنعه. المشكلة كبيرة جدا في من يعادي أهل الخير وأهل الإحسان وأهل البر وأهل الفضل، يعاديهم ويحسب أنه يفعل خيرا، إما يعاديهم لمأرب الدنيا أو يعاديهم من يعني لعداوة لحقد أو حسد أو غير ذلك. فعثمان بن عفان رضي الله عنه هو خير من وطئ التراب، هو أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت أبي بكر وعمر. النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتين له، بل قال له لو عندي ثلاثة لزوجتك، وإن كان الحديث هذا ضعيف لكن معنى صحيح. حياكم الله بياكم أحمد، أحسن الله عليكم. المسألة عظيمة. فقام هؤلاء يتنطعون ويقولون نحن نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وأنه وقع في كذا وقع في كذا، على ما أخذ يعني مصدوم فيها عثمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك رجل الحق معه على عثمان، وقال إن أرادوك إن الله يقمصك بقميص، إن أرادوك على خلعي فلا تجيبهم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له بشره بالجنة، وقال على بلوى تصيبه. فكان الأمر على هذا السفة في الخوارج الذين يتهمون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كما قال النبي في وصفهم، قال أولئك كلاب أهل النار، وقال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. الفوائد المستنبطة: للمرء أن يظهر فضله عند من لا يعرف فضله. فعثمان قال أنشدكم الله أما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. جواز استخدام الوقف إذا دخل تحت العموم كان يوقفه. صحة الأوقاف خلافا للأحناف. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.